قبل ما نبتدي نتكلم قبل ما نبتدي نتكلم لازم الاول نعرف حاجه مهمه جدا. انتوا اسم الماده ايه الاول؟ سيرف كومباستشن. بتتكلم على ايه؟ على الانترنال كومباستشن انجنز. تمام. هو ايه الفرق بين انترنال اساسا؟ يعني حاجه اسمها اكسترنال كومباستشن انجن. ايه الانترنال وايه الاكسترنال كومباستشن انجن؟ التربين كده زي ايه؟ التربين والحاجات دي. لا، معنى كلمة internal أو external بتقارن ما بين المكان اللي بعمل فيه combustion والمكان اللي باخد منه الباور. تمام؟ يعني ايه؟ انت مثلا في الانجن العادي ده بتعمل combustion فين؟ جوه السلندر. وبتاخد الباور منين؟ من جوه السلندر بره. في الجاز تيربين انت بتعمل الباور فين؟ في الكومباستور بتاع الجاز تيربين. وبتاخد الباور منين؟ من الجاز تيربين على طول بعديها. دي انترنال كومباستور انجن. امال ايه الاكسترنال كومباستور انجن؟ زي الستيم تيربينز. انت الستيم تيربينز مش بتعمل كومباستور عشان تعمل جنريشن للستيم. الكومباستور ده بيتعمل فين؟ في بويلر. طب البويلر فين والستيم تيربين فين؟ ده البويلر بيسخن الستيم، الووتر، الووتر ده كستيم. الستيم يمشي في تيوبس ويعدي على مش عارف حاجات كتيره وفي الاخر يدخل على مين؟ على التربايت. ده اللي يتسمى ايه؟ اكسترنال كومباشن. تمام؟ ان مكان الباور، مكان الباور اللي انت بتاخده مش هو مكان الكومباشن. تمام؟ حلو. بالنسبه لما احنا في الانترنال كومباشن انجن هنتكلم على الجازولين انجن. تمام؟ الموبايل ده. هنتكلم دلوقتي على الانترنال كومباشن انجن اللي هو الجازولين انجن اللي عندنا ده. تمام؟ الاول عشان يحصل كومباشن لازم في حاجه اسمها الفاير تراينجل. ايه الفاير تراينجل ده؟ عبارة عن ايه؟ اكسجين وفيول فيول وسبارك. الكلام اللي انت قلته صح بس احنا بنسميهم بحاجات جنرال. يعني الفيول طبعا ده ما فيهوش كلام. تمام؟ انما الاكسجين ما بنسميهوش اكسجين، بنسميه اوكسيدايزر. تمام؟ لان ممكن يبقى اكسجين لوحده، ممكن يبقى اير وانا باخد الاكسجين منه. تمام؟ تالت حاجه ما بنسميهاش سبارك، بنسميها سورس اوف اجنيشن. تمام؟ لان انا مش لازم اولع بسبارك، انا ممكن اولع بهيت. تمام؟ فانت عندك الفاير تراين اوكسيدايزر فيول وسورس اوف اجنيشن. تمام؟ احنا هنمشي ورا الثلاثه دول في الانجن ده نشوف سكتهم ازاي. طب بالنسبة للجازولين انجنز، احنا هنتكلم على جازولين انجن. بالنسبة للجازولين انجن ده انت لما تروح تزود السرعة او تزود الباور بتاعت الانجن بتعمل ايه؟ بتدوس بنزين. تمام؟ هو المسمى ده اللي متعارف عليه بس مش صح. دخل اير ان انت ايه؟ اير مش بنزين ولا بالظبط. لان انت لما بتدوس على الدواسة بتاعت البنزين ديت هي اسمها الاول اكسلريتور بيدل. تمام؟ مش جازولين بيدل او فيول بيدل، اكسلريتور بيدل. تمام؟ لما بتدوس عليها في عربيات البنزين كل اللي بتعمله انها بتفتح السروت الفولف. يوم السروت الفولف ده يعمل ايه؟ يزود كميه الهواء اللي داخله، تقوم في المقابل كميه الفيول هي مالها؟ تزيد واخد باور اكتر. تمام؟ فمثلا لو هنمشي على سكه الهواء. تمام؟ سكه الهواء بيمشي ازاي؟ اول حاجه الهواء لازم يعدي على ايه؟ فلتر. ده الصيانات الدوريه اللي بتعملها العربيه فيها ايه؟ مش بتغير فلاتر؟ بنقول فلتر هواء. فاول حاجه لازم الهواء هيعدي عليها اللي هو ايه؟ فلتر الهواء. تمام؟ بعد ما يعدي الفلتر الهواء الاول انت على حسب العربيه كاربيراتير ولا انجكشن. تمام؟ احنا هنا الموديل اللي عندنا كاربيراتير بس انتوا هتلاقوا اغلب العربيات الجديده كلها مالها او مش اغلبها كلها انجكشن. تمام؟ بس الفكره واحده. فيقوم الهواء ده معدي على الكاربريتور. معدي على الكاربريتور وبيعدي لازم في السكه احنا قلنا مين بيتحكم في كميه الهواء؟ السروت الفولف. السروت الفولف اهو هنا ده اهو. تمام؟ كل ما افتح السروت الفولف اكتر كل ما ادخل كميه هواء اكتر تقوم كميه الفيول اللي طالعه من الكربريتور تزيد. تمام؟ طبعا احنا عارفين ان في الجازولين انجن اللي بيمشي في السكه يعني اللي بيدخل السلندر بيبقى هواء بس ولا فيول بس ولا ميكستشر؟ ميكستشر. بيبتدي منين الميكستشر ده؟ يعني اكيد طبعا الهواء بيدخل لوحده في الاول زي ما شفنا من الفلتر والفيول بيجي لوحده من التانك والاثنين بيتخلطوا ببعض يعملوا ميكستشر. بيبتدي فين يظهر الميكستشر ده عندي؟ اول ما يدخل السلندر. لا من اول ما يدخل السلندر. في الجازولين انجن
لو انا عندي كاربريتور بيبتدي الميكسنج يحصل جوه الكاربريتور ذات نفسه. يعني اللي خارج من فوق الثروتل من بعد الثروتل فالف من هنا ده ميكسر ده اير فلو مش اير بس. تمام. طب لو انا عندي انجكشن الانجكشن لو اي حد بص في عربيته انجكشن هيلاقي انجكتورز اللي راكبه على اخر شايفين الشجره ديت دي منظر الشجره دي دي بتتسمى الانتيك مانيفولد. تمام. هتلاقي الانجكتورز اللي راكبه على اخر الشجره قبل الانجن على طول. تمام. فمعنى كده ان لو العربيه انجكشن هل الميكسنج بيحصل في اول الانتيك مانيفولد هنا؟ لا بيحصل في اخره. يبقى لو انا عندي الوضع اللي عندي هنا ده كاربريتور الميكسنج بيحصل من اول فين؟ من اول الكاربريتور جوه ويدخل على الانتيك مانيفولد ديت ويبتدي يدخل على الانتيك. طب لو انا عندي انجكشن الهواء هو اللي بيدخل في الانتيك مانيفولد لوحده. تمام. وبعد كده ايه الفيول يتحقن في اخر الانتيك مانيفولد. تمام. بس في كل الاحوال اللي بيدخل الانتيك فالف بيبقى ايه ميكستشر. تمام. يبقى احنا كده سكه الهواء دخلت على الفلتر على الكربريتور. تمام. والكربريتور دخل له ايه هو كمان الفيول. الفيول ده بيجي منين؟ من التانك. وعندي في التانك في بومب. تمام. طبعا على حسب الانواع انت في العربيات الجديده كلها هتلاقي في الكتريك بومب موجوده جوه التانك. تمام. بتسحب الفيول من التانك وتضخه على الانجكتورز اللي عندك. انما في العربيات القديمه هنا في الكربوناتير انت بيبقى عندك ميكانيكال فيول بومب. تمام. تبقى دايفرام بومب تشتغل وتسحب وتطلق. تمام. طالما ميكانيكال بومب يبقى مش لازم تشتغل بميكانيكال موشن. تمام. الميكانيكال موشن دي هجيبها منين؟ مين سورس الميكانيكال موشن عندي هنا في الانجن؟ كرانك شافت. فين الكرانك شافت هنا عندي؟ ده كده الكرانك شافت. طب السلندرز فين؟ فوق. ايه؟ الاربع سلندرات اهم. تمام. واحنا قلنا ايه اللي واصل ما بين السلندر ما بين البيستون قصدي كامز ما بين البيستون وما بين الكرانك شافت كامز لا كونكتنج رود كونكتنج رود اللي هو ده. شايفين ده الحته اللي واصله ما بين ايه؟ ده كده بيستون اهو وده الكونكتنج رود. تمام. بيركب على الكرانك شافت من هنا بحيث ان الكرانك شافت هو بيلف وعامل ايه بيطلعه ايه نسره. تمام. يبقى احنا شفنا الكرانك شافت كونكتنج رود والبيستون. تمام. طب الفولفز ايه؟ احنا عندنا في الانجن لازم يبقى فيه انتيك واكزوست فالفز. فهتلاقي ان هنا في كل سلندر فيه تو فالفز واحد من هنا واحد من هنا واحد انتيك وواحد اكزوست. تمام. طب الفالفز دي بتفتح وتقفل ازاي؟ كام شافت. كام شافت. بس الكام شافت هنا مكانه فين؟ لو انت مش عارف مكانه فين امشي ورا السكه. مش ده الفالف اهو. تمام. الفالف هو طبعا هنا في السبرنج بتاع الريتيرن سبرنج بتاعته وفي الروكر اللي هنا ده. تمام. وفي الروكر ارم اهو امشي وراه لحد ما توصل لفين للكام شافت اللي هنا. تمام. يبقى الكام شافت هنا محطوط جنب مين؟ الكرانك شافت. بينقل الحركه ازاي من تحت لفوق؟ عن طريق الروكر ارم. والروكر هي ديت اللي تلف تقوم يعني هنا لما الكامه تيجي تقوم زقه الارم ده لفوق تقوم الروكر دي لفه بانجل مسقوعه زقه لتحت تقوم زقه الفولف لتحت فتحات. طب لما الكامه تلف سبرينج يردها يقوم السبرينج يرد لفوق. تمام. حلو. دي شايفين الجزء ده دي الفيول بامب الدايفرام ميكانيكال فيول بامب. تاخدوا بالكم هي شغاله منين واخده حركتها منين؟ راكبه على الكام شافت ده معمول لها كامه هي كمان لما الكام شافت ده يلف يقوم محركها تفتح وتقفل يعني تسحب الفيول. تمام. وتعمل ديستشارج ليه تعمل ديستشارج امسو امسو ورا اللاين ده لقوه داخل على الكاربريتور. تمام. احنا كده وصلنا ان الهواء والفيول الهواء جه من الاتموسفير والفيول جه من التانك وفي الاخر اتجمعوا فين؟ في الكاربريتور. تمام. اتكون الميكسشر جوه
وعدى من الثروتل فولف وجا راح على الانتيك مانيفولد. سؤال كده احنا بنتكلم, انا قلت لكم الفرق ما بين الكاربريتور والانجكشن, الميكسنج بيحصل فين؟ في الكاربريتور, جوه الكاربريتور ذات نفسه يعني بيدخل على الانتيك مانيفولد مخلوط تمام. وفي الانجكشن بيحصل الميكسنج فين؟ في اخر الانتيك مانيفولد قبل الانتيك فالفز على طول تمام. طب انا في السيستم فيهم اللي احسن ايه؟ الانجكشن طالما هو اللي نازل احدث ماشي احسن, بس في نقطه الكربيتير ميزه عن الانجكشن ايه هي؟ هو دلوقتي انا عشان اعمل كومباشن كويس مش لازم يبقى الميكسنج يبقى الاير فيل كويس جدا. طب عشان اي ميكسنج كويس يحصل لازم التايم بتاعي يكون قد ايه؟ ياخد وقت, وقت اطول. طب مين اللي بيقعد ميكسر وقت اطول؟ الكربريتور. ده بيبقى ميكسنج جوه الكربريتور, يطلع جوه الانتيك مانيفولد ميكسنج, يدخل جوه السلندر ميكس برضه تمام. هيبقى الميكسر كويس جدا. انما الانجكشن الميكسنج يعني اقل شويه, هو طبعا كويس ده علشان هو شغال لحد دلوقتي وهو العربيات كلها بتنزل بيه, بس الفكره ايه؟ اقل سنه من الكربريتور. هو في الانجكشن مثلا بيعوض ده مثلا ان هو يغير في الضغط ولا بيعمل ايه؟ بيبقى الضغط طبعا اعلى, بيحرق بضغط اعلى, وبيبقى في شكل النوزل ذات نفسها بتاعت الانجكتور تمام, وشكل الانلت فالف ذات نفسه ان هو داخل يخليه يعمل سويرل مثلا بس ان هو يبقى ميكسنج احسن تمام. بس في عيب يعني, الطريقه دي ميزه ان احنا قلنا ان ايه, ان الميكسنج وقته اطول, بس فيها عيب ايه اللي فيها؟ ان انت دلوقتي كميه الفيول والاير كلها اللي طالعه الميكسشر اللي داخله للانجن داخله على فين؟ على اول الانتيك مانيفولد. يعني معنى كده ان هي بتتوزع على الاربع سلندرات ولا لا؟ انت مش لاقي الانتيك مانيفولد على شكل كده اهي متوزعه اربع فروع صح؟ معنى كده ان بيتوزع الميكسشر ده نتيجه ان انت عندك اربعه بايبس نفس الدايمتر بيمشي فيهم فلو ويقوم متقسم على الاربعه قد بعضه. بس هل دي طريقه اكيوريت 100% لتقسيمه الميكسشر؟ لا طبعا. فهتلاقي ان في الكالبريتور في سلندرات سلندر يطلع باور اكتر من اللي جنبه, لان ايه؟ التوزيع ما بيبقاش بيرفكت 100%. انا في الانجكشن ده انا اللي بحقن كميه محدده انا عايزها تمام. فطالما انا بحقن كميه معينه انا عايزها يبقى ايه؟ اقدر ان انا اوزع الكميه تبقى متساويه على كل السلندرات تمام. فيبقى دلوقتي خلاص كميه توزعت, المفروض بعد ما طلعت على الانتيك مانيفولد تدخل على ايه بعد كده؟ قبل السلندر. بقول لكم السيكونس الانتيك فولت تمام. طب انت من المنظر ده اللي من هنا كده, هل تقدر تقول لي بالمنظر تعرف ان الانتيك وانه الاكزوست فولت الاوسع الاوسع الاكبر الانتيك مش الاكزوست تمام. بس برضه انت ممكن بعينك ما تجيبهاش, ممكن بعينك ما تجيبش الفرق, ده فرق صغير قوي بينهم تمام. وما تعرفها ازاي؟ هو مش زي ما الهواء عشان يدخل كان لازم يدخل عن طريق انتيك مانيفولد صح؟ طب مش عشان الاكزوست يخرج لازم يبقى في اكزوست مانيفولد هي كمان تلم الاكزوست وتبعته على شكمان من ورا صح؟ انت لو جيت بصيت من الناحيه ديت هتلاقي فيه مثلا يعني هنا اهو السلندر ده الانتيك مانيفولد ديت اهي داخله هنا على الجنب ده كده على طول. يبقى الجنب ده هو مين؟ الانتيك. تلاقي الجنب الثاني ده طالع منه مانيفولد ثانيه بس دي اللي طالعه ايه؟ على الاكزوست. يبقى ده الانتيك وده الاكزوست. خدوا بالكم الترتيبه مش ثابته في كله, يعني هنا ده كان الانتيك تمام, المفروض ان يبقى ده الانتيك, لا ده الانتيك تمام. فانت لازم تبص بعينك مكان المانيفولد داخل على فين بالظبط تمام, عشان ده ممكن تتسال سؤال فيه في اللاب فين اماكن الانتيك وفين الاكزوست فالفز تمام. حلو, يبقى خلاص كده دخل الهواء على الميكسشر على الانتيك فالف, يقوم داخل على مين؟ على البيستون. البيستون لازم هيكون ساعتها في انستروك صح الانتيك
هيكون حركته ازاي؟ طالع ولا نازل؟ هيكون بيبتدي ينزل ساعه ما الانتاج فالف بيفتح، هيكون بيبتدي ينزل. طول ما هو بينزل عمال يعمل انتاج، اما يجي يطلع في المرحله الاول بتاعت الكم تيجي محط الكومبريشن الاول، يقوم عامل ايه في الفالفات؟ قافلها، يقوم عامل كومبريشن. حصل سبارك لحد دلوقتي. احنا هل اتكلمنا على سورس اوف اجنيشن؟ لا. دلوقتي هيظهر معانا سورس اوف اجنيشن. اما تيجي تقرب من التوب ديد سنتر وانت طالع تاني في اخر الكومبريشن، يظهر معانا مين؟ سبارك، السبارك بلاك اللي هو البوجي. تمام، اهو اماكن البوجيات اهي. تمام، طبعا المكان ده مش لازم يبقى ثابت، يعني الحاجات اللي انا بقول لكم عليها ديت مش لازم في كل انجن هتلاقيها بالملي موجوده، هي لازم هتبقى موجوده بس في اشكال مختلفه وفي اماكن مختلفه. يعني في انجنز هتلاقي السبارك بلاك كده ايه في الوش، في انجنز ثانيه ممكن تلاقيها من فوق. تمام، فبتختلف من ديزاين للتاني. اول ما انا هنا بدي السبارك سورس اوف اجنيشن، يوم يحصل عندي ايه؟ كومباشن. يوم لما يحصل الكومباشن البيستون يبتدي يتحرك تاني ازاي؟ ياخد باور الباور ستروك او الاكسبانشن او الكومباشن ستروك وينزل لتحت. تمام، ولما ينزل لتحت للاخر يبتدي يحصل ايه؟ الفالف بتاعت الاوتلت الفالف الاكزوست يفتح ويقوم ايه؟ البيستون يبتدي يطلع والاكزوست طالع. تمام، تعالوا نشوف الكلام ده هنا. كده السلندر ده خلص الاكزوست. طب انا عرفت ازاي ان هو خلص الاكزوست؟ لان هو كان طالع دلوقتي لقيت الاكزوست فالف ماله؟ قفل. معنى ان هو الاكزوست قفل يبقى هو خلص مين؟ الاكزوست ستروك. يبقى هو المفروض هيبتدي دلوقتي يعمل ايه؟ الانتيك. يبقى المفروض انك هتلاقي الانتيك فالف دلوقتي يعمل ايه؟ يفتح. بص، الانتيك فالف هو فتح وابتدى ينزل لتحت، ابتدى يطلع، الانتيك فالف قفل، الاثنين قافلين. ينزل تاني الاكسبانشن، الاثنين مقفولين. اهو في اخر الاكسبانشن راح عمل ايه الاكزوست فالف؟ فتح وخلص السايكل على كده. تمام؟ دي كده السايكل الاساسيه بتاعت الفور ستروك انجن. تمام؟ في شوية حاجات تانية في الانجن ده انتوا شايفينها ما اتكلمناش عليها. مثلا ابسط حاجة، شايفين الجزء اللي هو حوالين اللي هو الكرانك شافت موجود فيه ده، واللي الكام شافت موجود فيه؟ الجزء ده بيتسمى الكرانك كيس. تمام؟ والجزء اللي من تحت ده بيتسمى الاويل صم، اللي هو ميكانيكية بيقولوا الكارتيرة بتاعت الموتور. تمام؟ الكارتيرة بتاعت الموتور اللي هي بتبقى ايه؟ اوطى حته في الموتور اللي هي بتبقى معبيه فيها مين؟ الزيت. طب ليفل الزيت بيبقى واصل لحد فين من الكلام اللي انت شايفه ده؟ هو لازم يعني على الاقل اللي هي اقرب اكتر مرحله ينزل فيها تحت الشافت الكرانك ده ان هو يلقط زيت ويطلع تاني. بالظبط، لازم بيبقى مغطي جزء من مين؟ من الكرانك شافت. ليه؟ عشان الكرانك شافت وهو بيلف يقعد يطرطش في الزيت، يقوم يعمل لوبريكيشن لمين؟ للكام شافت وللسلندر للبيستونز من تحت. ما البيستونز مين اللي بيعمل لوبريكيشن للسيل على الوول بتاع السلندر؟ السبلاش اللي بيحصل نتيجه روتيشن الكرانك شافت في الزيت، يطرطش الزيت يغرق الوولز من الجنب من هنا. تمام، تقوم دي اللي تعمل لوبريكيشن للبيستون والسلندر، وطبعا بيتعمل لوبريكيشن للكام شافت من هنا. تمام، طب بقيه الاجزاء مش محتاجه لها المفروض لوبريكيشن برضو؟ طب الاجزاء اللي هي مش جوه هنا دي، يعني مثلا الحته اللي فوق دي مثلا يتعمل لها لوبريكيشن ازاي؟ ايه؟ بالظبط، لازم تكون في بامب هي اللي تسحب الاويل من الاويل بان تحت وتطلعه فين؟ فوق. فين البامب ديت؟ اهي دي الاويل بامب. تمام، تلاقي الاويل بامب تسحب الاويل من المصفى اللي تحت هنا دي، الاسترينر دي. الاسترينر دي عشان الشوائب نتيجه الفريكشن والكلام ده كله، في شوائب بتبقى موجوده في الاويل، الاسترينر دي تحبسه هنا بس ما بتقدرش تحبس كله. يقوم بعد كده داخل على البامب وطالع من البامب على مين؟
ده الاويل فلتر تمام. ومن الاويل فلتر يطلع منه على فين بقى؟ على بقيه اجزاء اللي محتاجه يتعمل لها لوبريكيشن تمام. السيستم ده بتاع اللوبريكيشن بيتسمى الفورسد فيد لوبريكيشن سيستم ويز سبلاش. فورسد فيد ان انا عندي بومب بتطلع الزيت للحتت الايه البعيده, ويز سبلاش ان هو الطرطشه نتيجه حركه الكرانك شافت جوه هي اللي بتطرطش تعمل لوبريكيشن للاجزاء اللي حواليه تمام. طبعا الانجن ده لازم يبقى فيه كولينج تمام. الباسجز اللي جوه ديت انت بتلاقي شايفين الهيد ديت فيها باسجز من هنا, شايفين دي اهي فيها ايه فتحات من هنا, دي كلها اللي بيبقى ماشي فيها ميه التبريد عشان تبرد السلندر هيد والمكان اللي حوالين البيستونز تمام. الكرانك شافت اللي عندي ده من هنا تلاقي ايه تاني وصل عليه غير المروحه؟ مروحه يعني كان في العربيات القديمه قوي اللي بتتوصل بسير بالمنظر ده, ده بقيت العربيات الجديده كلها بتبقى بموتور كهرباء لوحده تمام. احنا شفنا اللي وصل على الكرانك شافت دلوقتي الكام شافت تمام, بس هل شفنا الكام شافت وصل ازاي؟ لو بصيت من هنا, لو بصيت من الجنب ده من هنا هتلاقي هنا في سبروكت وجنزير تمام, وهتلاقي هنا قدام الكرانك شافت فيه سبروكت تاني من جوه, الاثنين واصلين ببعض. يقوم لما الكرانك شافت يلف يلفف معاه مين؟ الكام شافت. طب سؤال بالمره, هو سرعه الكام شافت علاقتها قد ايه بالنسبه للكرانك شافت؟ ايه نصها ليه؟ يعني ورا يعني ورا ده فور ستروك يعني هو كل اربع دقايق ما تلخبطش نفسك بانلت واكزت. خليك في حاجه واحده بس, الانتيك فالف بيفتح كل قد ايه؟ كل لفتين كل لفتين كل لفتين بيفتح مره في السايكل. انا بعمل انتيك مره واحده في السايكل يعني بيفتح مره واحده في السايكل. طب الفور ستروك سايكل كام لفه؟ لفتين كرانك. يبقى انا عايزه يفتح كم مره كل لفتين؟ مرة واحدة كل لفتين. يبقى لازم لما الكرانك يلف مرتين الكام يلف قد ايه؟ مرة تمام؟ يبقى سرعة الكام شافت نص سرعة الكرانك شافت تمام؟ تلاقي وصل عليه يعني مش ده الجير بامب اهي, تلاقيه واصلة بص الكام شافت ده اهو واصل الجير من هنا تمام؟ والجير ده واصل على البامب وواصل طالع فوق على الجزء ده, الجزء ده اللي هو السبراتير اللي بيسموه السبراتير الديستريبيوتر في العربيات القديمه اللي هو الابلاتين والكوندنسر. هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل بس انا بقول لكم المسميات ممكن تكونوا ايه سمعتوها تمام. الديستريبيوتر ده هو اللي بيوزع السبارك على السبارك بلوجز على حسب ميعاد سبارك كل واحد تمام. طب في ايه تاني واصل على الكرانك شافت؟ احنا بصينا على الجنب اللي هناك ده خلاص تمام. طب الجنب اللي هنا تلاقي ايه دي؟ الجزء ده ده الفلاي ويل تمام. الفلاي ويل ديت اللي انا باخد منها الباور اللي بتروح لفين بقى؟ للجير بوكس, والجير بوكس يطلع منه الباور تروح على فين؟ على العجل تمام. يبقى احنا كده فهمنا السايكل الفور ستروك ماشيه ازاي, عرفنا سكه الهواء بيمشي ازاي والفيول بيمشي برضو ازاي والسبارك بتتعطى امتى, وشفنا وقت وفتح وقت قفل وفتح الفالف تمام. تعالوا بس انا عايزكم تبصوا من الناحيه الثانيه على الاكزوست مانيفولد ده كده اهو. بص مش ده قلنا الكاربريتور تحتيه اهي الانتيك مانيفولد اهي. بص الانتيك مانيفولد اهي متوزعه اهي, واحده داخله هنا على طول عشان كده قلت ان ده مين الانتيك فالف, والثانيه داخله جنبيه على طول فده الانتيك فالف بتاع السلندر الثاني. بتاع ده اهي داخله على هنا ده الانتيك فالف الثالث, واللي جنبه الانتيك فالف الرابع تمام. تعال بص بقى على الاكزوست فالف, الاكزوست اهو اللي في الوش هنا. بص الفتحه اللي قدامه على طول
طلع على المانيفولد اللي تحت ديت دي الاكزوست مانيفولد تلاقيها جايبه من التو فولفز اللي في النص بتوع السلندر الثاني والثالث الاكزوست وجايبه من اخر فولف هنا اللي هو اكزوست تمام طبعا الاكزوست مانيفولد دي بتطلع بقى على الكاتاليت الكونفرتر او على حسب العربيه شغاله بايه نظام الاكزوست بتاعها وتطلع بعد كده على الاتموسفير بره تمام ممكن حد يبص هتلاقي شايف في موتور هنا وفي ده شبه موتور برضو تاني هنا تمام ده الدينامو اللي هو اللي بيشتغل عن طريق واصل بسير مع الكرانك شافت وبيشحن ايه البطاريه تمام طب ايه ده ده موتور احنا مركبينه هنا بدل المارش المارش وظيفته ايه يبدا حركه العربيه في البدايه يبتدي يدور الموتور في الاول احنا هنا شايلين المارش وحاطين بداله موتور اي سي صغير بجير بوكس عشان نبطئ السرعه بحيث ان احنا يبقى واصل على طول على الفلاي ويل يبقى زي ما بعملها لما نشغل الكهرباء للموتور ده تبتدي تشوف الحركه بالراحه تمام اللي قلنا عليه تمام تلاقي اهو داخل هنا على الفولف ده فعشان كده انا عرفت ان ده مين تمام فده وده الانتيك فولفز بتوع السلندرين التانيين طب بالنسبه للاكزوست فولف تلاقي هنا اهو دي الاكزوست مانيفولد تمام تلاقي قدام الاكزوست فولف ده اهي الفتحه اهي وزيها عند ده قدام الفولف ده تلاقي الفتحه دي اللي واصله على فين؟ على الاكزوست مانيفولد وتلاقي في فتحتين في النص اللي هم واصلين على الفولفين اللي في النص دول حركه المارش بيشتغل ازاي؟ المارش يعني ايه فكره حركه المارش؟ انت بيبقى الموتور المارش ده هو عباره عن دي سي موتور تمام بس بيبقى الكونستراكشن بتاعه مختلف شويه ازاي ان انت اول ما بتدي له الكهرباء مش بيلف بس لا بيطلع لقدام تمام يعني ازاي انت بيبقى عندك الفلاي ويل مثلا مكان ايدي اهي ده هنا التروس بتاعتي تمام وده طرف صبعي ده الجير بتاع المارش تمام اول ما تدي له الكهرباء يقوم عامل ايه طالع كده معشق مع مين مع الفلاي ويل تمام وخلاص هو طلع عشق وبيلف في نفس الوقت يقوم ملفف الفلاي ويل مجرد ما انت خلاص انت دورت وشلت ايدك العربيه دورت يقوم الكهرباء تروح على المارش يقوم عامل ايه؟ راجع تاني لوحده يبقى هو ما بيعملش كونتاكت مع المارش مع الفلاي ويل غير وقت ما انت ايه؟ بتدور بس عشان كده لما تيجي العربيه تبقى دايره وانت تروح عامل التكه الاخيره بتاعت المارش مش تسمع صوت في صوت زعقه جامده قوي في الموتور ليه؟ لان سرعه الموتور دلوقتي اعلى من سرعه المارش بكتير وانت عايز تعشق ترسم مع بعض كل واحد بيلف بسرعه مختلفه فيبتدي ايه الخطاط بتاعت الكروز ديت في بعضها ثم هي اللي عامله ايه الصوت ده تمام وعشان كده في العربيات الجديده لو انت العربيه دايره وجيت تدور مش هتعمل حاجه يعني لو حد معاه عربيه جديده تمام بالظبط ما هي معمولها انترلوك في الاي سي يو ان انت لو العربيه دايره وهو هي عارفه ان هي دايره وانت فتحت التكه الاخيره بتاعت الكونتاكت ما تدورش قصدي المارش ما يشتغلش ما يوصلوش كهرباء عشان يحافظ على المارش تمام ده بتاع زيت الفرامل زيت الفرامل بيبقى متعبي في التانك ده ينزل من المواسير ديت يجي على ماستر الفرامل ده هنا اهو الماستر ده اهو سكتين هما جايين عليه على الحتتين دول تمام بيطلع منه تمام الماستر واحده على العجلتين اللي قدام واحده على العجلتين اللي ورا تمام او بتبقى مش عجلتين ورا وقدام على حسب نوع يعني على حسب ديزاين العربيه ممكن يا بتبقى واحده الاثنين قدام واحده الاثنين اللي ورا يا اما بتاخدها كروس دي مع دي ودي مع دي بحيث ان انت يعني دي بيعملوها ان انت الماستر ده مقسوم نصين تمام لو انت اصلا عاملهم على العجل اللي قدام وعلى العجل اللي ورا لو انت عاملهم على اللي قدام بس دولت لو النص ده بتاع الماستر باف يبقى العجل اللي قدام ما فيهوش بريكنج خالص اساسا والعجل اللي ورا هو اللي فيه بريكنج تمام والعكس انما لما بتتعمل كروس بيبقى يعني ايه لو نص باظ يبقى انت ماسك عجله من قدام مع عجله تمام هي دي الفكره لما انت بتضغط على وسط الفرامل تلاقي الماستر ايه يفتح الزيت للمجالين اللي ورا بيضغط الزيت يقوم مودي الزيت للفرامل الزيت نفسه بقى بيعمل ايه؟ لا الزيت ذات نفسه بيطلع يجي شايف انت ادي وصلت الزيت اهي ده هنا ده اسمه الكاليبر
تمام. في بيستون جوه هنا، تعال بص هنا في بيستون جوه. البيستون اللي جوه ده، ده يقوم لما تيجي له الزيت يقوم البيستون طالع لقدام، طالع لقدام يقوم عامل ايه؟ قدام تيل الفرامل هنا، يقوم ضاغط على تيل الفرامل كده تمام موقفه. الكاليبر ده فيه منه نوعين، حاجه اسمها فلوتنج كاليبر وفيكسد كاليبر. فيكسد كاليبر ان الكاليبر ده ثابت في شاسيه العربيه ذات نفسه، وفي بيستون هنا وبيستون هنا، يطلعوا الاثنين يقفلوا على الفرامل. الفلوتنج كاليبر العكس، الفلوتنج كاليبر ده مش ممسوك في الشاسيه، مش ثابت. لما البيستون ده يطلع يقوم عامل ايه؟ البيستون ده يطلع يقوم زائق من هنا، يقوم ساحب الكاليبر ده كله ايه؟ العكس، يقوم البيستون يزق من هنا وسحبة الكاليبر تزق من هنا، يقوم ماسك على الفرامل. يعني الحاجات دي كلها زيادة عن اللي عليكم، بس انتوا بتسألوا أسئلة ايه؟